قصدي أنا عاوز أنا هلك نسوي معناي رنتي مركلة إن أنكم وجدنا درين كنا يشعر تنا يجعل كنا يوري بو سيدا أن أؤمن سنة هاي إسبدر كتلك سوماري كدعي قدهان يقار أهان مدفعين هنا عصب حلك الأوليغي محمد عبد الله فرماجو إلا أنكم تاقير نو الحمد لله وقالين الله مهدله أنه قلنا ما تقول هلك النبوة كل مهين وأن وضل لنعي من الغاز وحا مهدله وأن لسوكو بكريم قبل أن ندنمو السكر وسوق الغاريين حفلات من فرح ضبطان وأن سكوبون مدعاوة ولوتا غير أيوه مدعوين على عصر الدولة الفدرالية الصومالية مدن محمد عبد الله الفرماجي حقيقي ووح تاريخي صوماليا لبي صومرتي حتى نوح المودة إنه يكون استاكتي وددي صحاهي ولمرهي تاسنة وحا رنتي أمانتي هذا يشرفتي هذا له ومدى الصومالية أو قرتي أو دريمي لفكي يكون جرين إنه يكبحان سم النماء ولا النماء أي سقوق بسدان تاسنة وحا تسارع عدكوة مركي هذا مدحوينها للدورتي مال كستو ديغان كستو أو صومالية كجري ولا قحبنا دينا أصول لك تأمينا محمد عبد الله فرماجو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو وفر حسن رحي حفلة عاوة هل كان أي نقوق أبني أي سؤال أولياء قبلها الصوماليين حفلة صوكو سعبسا سوغوتينتي مدخويني يهوري حسن الشيخ محمود يسوغوينتا مدخوينيها الرسول محمد عبد الله فرماجو أني أدبا هنتي وفر أحسن هاي وحنا أدبا مالي هنتي دوتكا هاي ستوغوم الصوماليين وهنتي أني أدبا ستوغوحي رن ودوت هنتي نظيفة أني أدبا اسقوك مجينا هنتي صومالي نيمو وداني نيمو إيو استعين ما شاء الله دكتورك عاو ماشى إنه هيسو أرتيست إنه يعني وو يا رنتي لكن هيسو ما صدق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وائل سلامي مرتزة شرفت له عاو هل كان سوتمت وحان عاش إسماعيل محمود وحا هداي مرهورة مقعين يشيغي أولوكا كتر سنة هاي أولوكا سبايسي سومالي أو سويدن رومتي وحا المهد قارة وعلينيا قبلها من نمو أو رومتي سوق بالقابيي حفلة دان مقعين كيا إداغة رومتي ومقع آدي آد وهبون قبلها صوماليات وايو قبلها صوماليات إلى حرية ما أنت لقاتي أنت كوني سيوه وحيه رنتي دتكي وحكت سيوه دنكا قلت هبين وناسي دمانتين باي الله هاي رأي يدوم ربا قبلها صوماليات من المالبحي هاري هبين أنسيها حفلة سيئو هيدقلي اللي هتكشقين هاي قولوا وقال لها السنتين ليكي لدعان كيب آيه بلسين هل إيها بين ما إيسيحان قبلها سيدة أبام الكوفيعان يسكت دبرتك أي أوذين لكن عاوة إيه كدلالين خل كم بانك أركيسا بالآرة وحي حق عسمين بالآرة وحي قبل عسمين هذه ما عندها القبلة يا قبلها كلها السنتين للي يرد يسكو
استقبل ساعتي أربع ما سنتي. معنى هرئي هبن التالين سلاقي ورد شنقاد لاهي دورد لغتي عرطي وهو قامنا ايوه محمد عبد الله فرماتشو حد وحاوي هذا الهان مبوحي سومال وكرادا وحايد الله هاي نيات فرن قلب فرن دول الدين إذين لغتي اي عرطي ina garab qaadataan ilaahay xilama oo la dhaaf oo xafada aad u qurux badan soo agaasimay Soomaaliya hoyooyin kale aad u madisnaateen ama waxa la qabtay hor waxaan leeyahay midnimo meeshiina ka sii wada midnimada ilaahay toobin hadii wax ka jira waxa ka tumaad cilnaya dhammaan bulshada ka soo qayb gashay xafada waxa lagu maamusay سودوينتا مدهوينة محمد عبد الله فرماتو يو سودوينتي مدهويني هو اوكي محمد عبد الله فرماتو رئيس الوزاري هو صوماليا مركوها وحوغتني دلت الشعب كدرات دي يوسكو حسن مري هي دينا ما انتو هلي وحالنا هاي شعب كصوماليا وعوي برلمان كمتلايا وحاقوصو ميين سرفايس صوماليا وهو يعني وهو هيليان إلهي أنك نحن هيليان واحد كان تقول لي هاي أنا أقول لي مرعا ما مرودة صوماليا هلا هاي الفدرال وعلى لي هاي ما مرودة دمانتوك والتعريسيه من محمد عبد الله فرماتش وأنا سوق وين هاي وأنا رشق هنا هاي الحمد لله حكا من حقا نيانا دا سيدة أهكا u eegta Soomaaliya arkana uu dhaga indhaha iyo dhagaha ugu furan because waxaan joogaa wadan aanan lahayn waxaanan u baahanahay wadan aanan midab diin dhaqan iyo afba aan anigu u leeyahay aad iyo aad aan ugu mahadcelinaa gabdhaha soo abaabulay xafladda iyo marti sharafta waxaan rabaa caawada inaan idoo galatan ilaahay yiraahdo inaan ugu mahadceliyo xildhibaanada qaranka oo codka siiyey madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo inaan magaciina ugu hambalyeeyo aan yiraahdo hambalyeeyo haddaa iyo galatan sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan ka xuso laba nin oo geesiyaala oo meesha ka hadlay labadaas oo kale ah xildhibaan Zakariya iyo ninka la yiraahdo Tarsan oo si geesi lamana u hadlay waxaan leeyahay raggaas oo dhan waa geesiyaal Soomaaliyeed waxay mudan yihiin in la yiraahdo waa mahadsantihiin waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo sidoo kale madaxweyneyaashii sida sharafta lahay gacmahaad soo qabsaday sidii sharafta iyo wanaagga iyo karaamada la isugu wareejiyay xil waxaan leeyahay intan waa mahadsantihiin waxa wanaagsan qof walba marku wax wanaagsan qabto in la yiraa waa ku mahadsantahay inaan taa barna Soomaalida waxaan rabaa wax yaroon dheerahay oon caawa halka ka sheego maxamed cabdullaahi farmaajo anu nasiib waxaan u helay lixda bilood oo ra-iisul wasaaraha ah inaan la soo shaqeeyay aan goobjoogahay subaxi la dooranayay dhaansixinayay baarlamaanka soomaaliya aan dhex joogay aan ka mid ahay dadkii codka siiyey waan ku kalsoonahay inuu wax wanaagsan uu ka qaban doono dalka soomaaliya waxaan ka mid ahay oon goobjoogahay subaxa uu sacsilayo xafiisiiska aan hortaagnay aniga rag kale dadkii aaminsanay inuu nu dhacsiisilin oona shaqada ka tegin oon la qasbilaan ka mid ahay ani nasiibkaasaan u helay waa nimaan aqaano ku karsanay lixdii bilood waxaan markhaati ka ahay lixdii bilood u joogay in xildhibaanada iyo shaqaalaha ay wada qaadanayeen mushaar
hambaliyo oo anigu aan iska bilaabo runtii shucuurteedana halkan kuma soo qiyaasi karo aad iyo aad ayaan u faraxsanahay maadaama ay Soomaali weyn ka gees ay ku faraxsan yihiin madaxweynaheena cusub farmaajo aanu si gooni u taageero waxaan idinku bilaabayaa heestii calanka calankeena quruxda leeyahay habeenkan qotomihine I don't got it.